أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. وقال يا موسى ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب ربكم فأخلفتم موعدي؟